بالنسبة لكلمة يمسكون من قول الله تعالى في سورة الأعراف، فهي تقرأ بالتشديد من يمسك وتمسك على الكثرة، وأيضا في رواية شعبة عن عاصم تقرأ بالتخفيف هكذا يمسكون من أمسك يمسك وقول الله تعالى أمسك عليك زوجك. ولكن طبعا ها هنا في رواية حفص والجمهور تقرأ بالتشديد هكذا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب والله تعالى